السلام عليكم، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. موعد الأول من ربيع الثاني للعام الهجري 1446-2024 فلكيا في جميع الدول العربية والإسلامية. قبل التفاصيل يا ريت ما تنسوش دعمكم لينا باللايك والاشتراك في القناة، وما تنسوش كمان تفعيل الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد. كل عام والأمة الإسلامية بخير. يتساءل البعض عن موعد الأول من ربيع الثاني أو ربيع الآخر في جميع الدول العربية والإسلامية. شهر ربيع الثاني هو الشهر الرابع من شهور السنة الهجرية، وعدد أيامه 30 يوما. يوافق شهر ربيع الثاني الأشهر الميلادية شهر أكتوبر وكذلك شهر نوفمبر. بحسب الحسابات الفلكية، فإن الأول من ربيع الثاني للعام الهجري 1446-2024 سيوافق فلكيا يوم الجمعة الموافق الرابع من أكتوبر لعام 2024، وسينتهي شهر ربيع الثاني للعام الهجري 1446-2024 فلكيا في جميع الدول العربية والإسلامية يوم السبت الموافق الثاني من نوفمبر لعام 2024. ننتظر جميعا ما تعلن دار الإفتاء وأيضا جميع الدول العربية والإسلامية. سنوفي حضراتكم بكل جديد. أتمنى لا تنسوا دعمكم لنا ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.